انت عايزه ايه؟ يقول انا عارفه بس يجيبوني البيت عشان اعرف يمكن اموت مش ان شاء الله خير. تحت الانقاض احنا طالبين مطالبنا تقيله عليكم في ايه؟ ولا بنطلب منكم مستشفيات ولا علاج ولا هدوم ولا اي حاجه، احنا بنعرف نجيب لؤلؤ سنتنا من بق الاسد، ما بنطلبش منكم حاجه غير ان تصلحوا لنا البيوت بتاعتنا. والله حضرتك في عقار هنا ثلاث ادوار، صاحبه جاب رخصه من الحي عشان يزينه. والله واثناء بيزينوه جاب في الاخر بردوزه ودخل عشان يشيله. البردوزر هو طبعا بيشيله داخل وخارج، ابتدى يخبط في البيت اللي لازق في البيت اللي اتهد دون اللي هو كان ست ادوار. فوالله البيت يوم الاربع بالليل بعد ما الكلام دون يوم الاربع ابتدى البيت ده يطلع تراب ومعرفش ايه، الناس ابتدت اتصلوا بالحي ورئيس الحي جه والناس جت معاه والمهندسة طلعت عينت البيوت. الكلام ده من امتى؟ الكلام ده كان يوم الاربعاء، كان الساعة واحدة مثلا بالليل تقريبا، كان الساعة واحدة. في حد اتشال من تحت ولا؟ لا الحمد لله ربنا كرم بأمر الله ان كله نزل، بس لان المنطقة هنا كلها الناس كلنا كل الناس عارفة بعض، بس في ريحة طالعة من تحت الانقاض دي يعني ما نعرفش بقى حد الله اعلم، ممكن يكون كان حد معدي حد واقف بيتفرج لما كانت الناس واقفه فنزل تحت البيت نزل عليه.